هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية وحشتوني جدا، اهلا بيكم في حلقه جديده ومكان جديد ومطعم جديد وفيو يجنن. زي ما احنا شايفين النهارده المكان حلو جدا، الفيو الكورنيش اسكندريه. بنحاول نكون بنعمل مسك الختام في الحلقات. زي ما انتم عارفين كل يوم بيعدي علينا احنا في العداد التنازلي لمطاعم مصر، وطبعا لشهر رمضان، فدي ايام جميله جدا بالنسبه طبعا لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وكمان بالنسبه للموسم الاول من برنامج مطاعم مصر. بتمنى تكون كل حلقه احلى من اللي قبلها. بنجتهد جدا ان احنا نجيب لكم اماكن كل مره افضل من اللي قبلها. الحمد لله قدرنا نحافظ على البراندات كلها اللي موجوده معانا في البرنامج. كان كل برنامج فيه حلقه مميزه في حاجه، شكل، في اسم، في ديتيلز، في ماتيريال، في فيو. يا رب نكون غطينا ده. النهارده معانا ومعاكم من 2002 للنهارده براند عمل اسم في فتره مش كبيره قوي، عمل اسم وسمعه كويسه جدا، عمل 7 فروع في محافظة اسكندرية. المنيو بتاعه مختلف جدا، اكله ليه طعم خاص، قعدته ليها طعم خاص، الاستاف ليه طعم خاص. مطعم روستري اسكندرية معانا ومعاكم من داخل مطاعم روستري اسكندرية، وفطرنا النهارده في روستري. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. We've missed the new love.
حضرتك طيبة. عايزين ناخد رأي حضرتك في مطعم روسري. مطعم روسري من أحسن المطاعم اللي موجودة في اسكندرية ومن الأماكن المميزة. كل مكان ليه بصمة مختلفة وليه ميزة مختلفة. والفطار في رمضان أخباره إيه؟ من أحسن الأماكن اللي ممكن حضرتك تفطري فيها في رمضان، علشان جودة الأكل ساعة الفطار مش أي حد بيقدر يتحكم فيها. بالظبط. طبق حضرتك المميز في روسري؟ MCM بحبه، ليمون برضو المشروم ليمون يعني بحبه. سنة حضرتك طيب. هعطلكوا على الفطار ثواني، عايزين ناخد رأي حضرتك في مطعم روسي. جميل ما شاء الله، على طول بنفطر فيه كل سنة. بتيجوا باستمرار برا رمضان ولا في رمضان؟ لا على طول. ايه أطباق حضرتك المميزة هنا؟ MCM. MCM كل الجست تقريبا MCM يا جماعة، لازم لما تيجوا تاكلوا. حضرتك؟ أنا برضو المفضل عندي MCM برضو. حضرتك مصر؟ كل سنة وانتم طيبين. شكرا. حضرتك في مطعم روسي؟ لا تمام، كله تمام، الاكل حلو جدا والبورشنز كبيره، واضح ان احنا سايبين حتى نص اربعه تقريبا. حضرتك بتيجي باستمرار ولا اول مره؟ لا باجي باستمرار. طبق حضرتك المميز في روسي؟ MCM. كل الجست MCM. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. وانتي طيبة. عايزين ناخد رأي حضرتك في مطعم روستري. والله روستري من أماكن المفضلة ليا من ساعة ما فتح في اسكندرية، وأنا دايما باجي فيه. غالبا الفطار في رمضان ما بيكونش على القدر المطلوب، والمطاعم بتبقى فيها زحمة والأكل بينزل بارد. عايزين ناخد رأي حضرتك النهاردة وانت في روستري، حسيت انك في رمضان برضو نفس الموضوع ده ولا لا عادي؟ لا المكان بيتعامل مع الضغط بتاع الفطار بشكل كويس الصراحة، يعني اللي محطوط للفطار بشكل كويس ومناسب، الاكل ما بيتاخرش، بينزل سخن كفايه، الطعم زي ما هو، الكميه كويسه جدا. اختيار المكان والفيو بيفرق لحضرتك ولا المهم الاكل كويس؟ الاثنين طبعا. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه.
حاجة بقى لما تروح تاكل في مكان ويبقى الاكل يتجنن زي ما شفنا، وكمان الحلو معاهم بطعم مختلف جدا، والمشروبات، وهنشوف كل ده النهاردة في روستري. تعرف على حضرتك؟ احمد شعبان مدير المكان. اهلا بيك مستر احمد، المكان هايل، الخدمة ممتازة، الاكل يجنن، انا اصلا من زباينكم هترفع الهواء. روستري معروف، سمعته ممتازة، مش محتاجين نشهد يعني، روستري معروف جدا في اسكندرية، فانا عايزة الناس من محافظات تانية تيجي زيارة بس الاسكندرية عشان تاكل في روستري. الموضوع مختلف تماما. عايز اعرف بقى معاكم حلويات ايه النهارده، لان شكلها كلها يفتح النفس جدا. ايه حضرتك تشرح لنا بقى كل حاجه ايه؟ عندنا مولتن كيك موجوده في المنيو، بتعمل بصوص شوكليت، ولازم تاخد تسخين وتعمل في الفرن عندنا، وبعد بتعمل في الفرن بندخلها مكيف شويه تسخن، وبعد كده بتحط لها صوص شوكولاته حسب الجسر اللي عايز، نوتيلا او صوص شوكولاته، تمام. الفلفت كيك بالفلفت اللي احنا عارفينه، معروف كلنا عارفينه. التايتل مايس بيتحط عليها زي طعم الكوفي، طعم شغل الكيك، وعليها ود كيم، تمام، وعليها القطع مايس لما حابين حاجه بطعم القهوه بالظبط. وكذلك التيراميسو، تيراميسو بسكوت، وعليها عجينه بعجينه برضه بالنسكافيه، طعم النسكافيه شويه وطعم الكيمه. دي كل البيت بقى صح؟ دي بالنسبه للحاجات دي المنيو العادي بتاعنا، ده المنيو السواب بتاعنا. في شغل الكيك، في براونز، بس هو لسه يعني شغالين فيه بالظبط، فاحنا رمضان بس كده. في بقى الحاجات اللي خاصه برمضان شويه، والحاجات الشرقيه، الكنافه، بلح الشام، كنافه بالمانجا، الجس عايز يحب الكنافه بالكيمه او يحبها ساده، عندي ساده وعندي بالكيمه حسب الفطار بتاعه، هو عايز عليها صوص معين، عايز عليها حاجه معينه، فكل الحاجه موجوده سواء الشرقي او الغربي بتاع المنيو بتاعنا العادي. كانك رحت مكان تاني تماما مختلف، حلواني تاخد حاجه حلوه او تشرب حاجه في كافي معاها حاجه حلوه على ذوقك، فهتلاقي كل اللي انت عايزه موجود سواء من حلويات او كافيه او الاكل، طبعا ما فيش عليه اختلاف. بشكر حضرتك جدا، خليكم معانا. عايزين نعرف رايك في مكان مطعم روستري ايه في الفطار؟ لا حلوه جدا بصراحه، انا بعشقه. بتيجي باستمرار ولا في رمضان؟ يعني انا كنت باجي قبل رمضان وجيت في رمضان برضو. ايه طبقك المميز هنا في روستري؟ الفريدو. طب بس انا وانت طيبه، انت طيبه. قولي لي طبق حضرتك المميز في روستري. انا بحب الفريدو برضو زيها، بحبها جدا، وبحب اجي مثلا كل اسبوع ولا حاجه. بصراحه المكان حلو في ان هو نظيف والخدمه فيه مميزه. عايزين نعزم الناس بقى تيجي تفطر معانا يوم، او يجوا يعيدوا في روستري. لا اقول لهم يجوا، يعني المكان فعلا حلو هنا والخدمه فيه كويسه جدا بصراحه. كل سنه وانت طيبه. شفنا راي الجست كله، شفنا الاطباق اللي تجنن، شكل الاكل يفتح النفس. اعتقد الناس بتتعذب لما تيجي تقعد قبل الفطار، يعني لو انت جاي روستري لازم تيجي على ميعاد الفطار على طول، ما ينفعش تقعد يبقى قدامك مائده بالمنظر ده. ولينا لقاء مع مستر هاني فريد مدير عام فروع روستري، نرحب بحضرتك. اهلا بيكم ونورتونا النهارده. كل سنه وحضرتك طيب وميرسي على الاستضافه. انت طيبه وصحه وسلامه، يا رب نكون بس هنقدم حاجه تعجبكم ان شاء الله. احنا سعداء جدا انكم من اخر المطاعم اللي معانا، لانه زي ما بيقولوا كده مسك الختام، لازم تبقى حاجه مميزه جدا ومختلفه وليها ذوق راقي جدا، فروستري من الاماكن اللي مش محتاجه انه حد يشهد لها. طبعا ده من ذوقكم وشهاده الناس بتاعتنا، ربنا يخليك. عايزه حضرتك تدينا في عجاله كده تاريخ روستري. بصي احنا بدانا في اسكندريه من 2002، بدانا طبعا الفرع الرئيسي في شارع فؤاد، ده الفرع الاساسي والفرع الكبير، وبعدين بدانا بقى تباعا نفتح فرع رشدي، وبعد كده فرع المنتزه، وبعد كده فرع سموحه وسبورتنج. نعتمد على المطبخ الايطالي. احنا كوليكشن مطابخ، يعني احنا انترناشونال اكتر، يعني بنقدم اكتر من مطبخ. طبعا احنا عندنا تشكيله كبيره ما بين
الايطاليان مطبخ في الباستات والبيتزا والحاجات اللي احنا بنقدمها، ما بين الـ 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 المطبخ الامريكاني شويه في الحاجات اللي فيها الستيك والكونتري والحاجات دي. يعني عندنا تشكيله الحقيقه ما بين الاكلات مختلفه كتير. يعني ليه مش بنشوف روستري في القاهره مع ان القاهره منبر لمطاعم كتير بدات هنا؟ والله الحقيقه يعني ربنا يسهل ان شاء الله قريب باذن الله. باذن الله محتاجين يكون في فرع في القاهره عشان الناس بتوع القرويه ما يتحرموش من الاكل اللي جنن ده. تعرف حضرتك احمد شعبان مدير فرع سليبش. قولي بقى الجست اللي بيجي عندنا هل هو جست الشباب عشان الاكل ايطاليان شويه او حاجه انترناشونال، فالناس الكبيره بتبقى محتاجه الشرقي؟ انا شايفه الصاله ميكس من كل الاعمار، فعايزه اعرف ده من حضرتك. لا هو الجست اللي بيشرفنا مختلف الاعمار، ناس صغيره ناس كبيره، شباب عائلات. حتى لو الشباب بيجوا الاول مثلا المكان بعد كده بيجيبوا عائلاتهم معاهم، يعني بيتبسطوا في المكان بيجيبوا عائلاتهم. مكان برده مكاننا يعني عريق شويه، بدايتنا من شارع فؤاد كنا نعتبر من اول مطاعم في اسكندريه، فالجست الكبير اولاده جم عندنا. يعني الاول الجست الكبير دخل شارع فؤاد وبعد ما اتجوزوا وكانوا اتربوا هنا اتربوا هنا اولادهم دخلوا عندنا يعتبر فرع سليبشا وفرع منتزه، فهي اتباع يعني. فالحمد لله احنا مستمعين من اول الاطفال لغايه الكبار. عايزه اسال حضرتك على اختياركم للاماكن والفيو اللي يجنن ده. في ناس بتعتمد ان هي لا، ان المهم ان انا اكل اكل كويس جدا في مكان كويس، فانا المهم عندي الاكل مش المهم القعده. وفي ناس لا، انا المهم الفيو الحلو وابقى قاعد شايف منظر قدامي يجنن. انتوا الحمد لله مجتمع عندكم الاكتر من حاجه، وزي ما قلنا كمان اللي محتاج كافيه، اللي محتاج ياخد حاجه حلوه، اللي محتاج ده، في كله مجتمع في مكان واحد. حضرتك بتشوف ده راجع للسيستم ولا راجع لاختيار الموقع ولا راجع للمطبخ، بتشوفه ازاي؟ هو راجع اولا للسيستم واختيار المطبخ، كمان في الاماكن اللي احنا بنختارها بتبقى اماكن كويسه في الفيو، بنحاول نرضي الناس كلها. طبعا احنا هنا في سيدي بشر كمان بنحطين حاجات زياده، ان في شاش طبعا والفيو بتاع البحر مش موجود في اماكن كتير، فاحنا بنحاول نرضي جميع الاذواق، يعني الناس الكبيره والشباب. الفيو هنا من اسكندريه طبعا الفيو الحاجه الكويسه جدا، واحنا هنا بنحاول نرضي الناس كلها. انتوا فعلا راضيين الناس كلها، يعني انتوا فعلا راضيين الناس كلها. الشيف بقى مع حضرتك التفاصيل كلها، معاك الاكل، هتقول لنا هتفطرنا ايه، هنقعد ندوق كده لان احنا كفايه كلام محتاجين ان احنا ناكل، واحنا بقى بنتكلم وانت تشرح لنا بقى وترشح لي ايه اللي انا اخده عشان ممكن يضحكوا عليا هم فاهمين المواضيع. ابتدي حضرتك بالستارتر. الشوربه، شوربه بروكلي وشاودر. بروكلي. ودي حضرتك شوربه سفود. وعندنا برضو شوربه السفود مع الاستاذ. ده حضرتك الستارتر. في تشيكن ستريبس، ده الستارتر بينزل ميكس كده حضرتك. دي فرايد موتزاريلا. في فرايد موتزاريلا اللي معاه بقى. معانا اني ماستر. لا ادينا بقى التفاصيل. حضرتك ده اني ماستر مستردة وعسل مستردة وعسل. ده حضرتك تورتار مايونيز وفلفل وخضار. حضرتك الحمد لله كل الاطباق كل فيه اقبال عليها، يعني حضرتك الشباب بياخد حاجات معينه، العائلات بتحب تاخد حاجات معينه، فاحنا الحمد لله اللي هو حضرتك اللي هو الام سي ام. حضرتك الام سي ام ده بيبقى فراخ متبنيه، اما بيض وبقسماط ولبن ومقليه، ونحط عليها جبنه وصوص الوايت. احنا مشهورين دايما بصوص الوايت عندنا، صوص الوايت والجبنه والفلفل ومشروم. فحضرتك ده اكتر حاجه فعلا مفضله. هو الميكس حاجه مقليه. يعني حاجه مقليه وصوص ابيض، يعني هو في حد ذاته شيء غريب شويه على الناس، عشان كده هو محبوب قوي. يعني الحاجه البانيه مع صوص ابيض بالمشروم، ده الغريب في الموضوع، فعشان كده الاقبال للناس الحقيقه في الام سي ام حاجه جامده. ده حضرتك ناتشوز، عيش كورن مقلي ومحطوط دريسنج، محطوط عليه ميكسرد بنز وبرتقاله، تبقى طماطم وبصل وبقدونس ورسم متبله، وعلى جبنه ميكس، جبنه حمراء على جبنه صفراء، ومحطوط بتحط السلمندر، وتطلع بحضرتك زي ما شفتيها.
ممكن حضرتك بقى الكورن سلطه ديت بقى دريسنج مايونيز وسيرب وجبنه شيدر قطعها مكعبات وصدور وده كابوتش تمام ودوره صوص كورن دوره وصوص والتشيكن والجبنه شيدر مكعبات. يعني السلطة والناس يعني بتحبها كتير قوي لان الميكس ما بين الجبنه والتشيز مع الدريسنج اللي بتحط عليها وهي اساسا يعني سلطه خفيفه ولطيفه وناس كتير بتحبها الحقيقه. معانا ايه دي بقى من السلطات؟ اسمح لي عبد حميد اكمل مكانك. دي من السلطات المميزه جدا عندنا. متخيلين يا جماعه هو طبعا الطبق ده سلطه. هو طبعا السلطه عندنا كله لما الدكتور يقول لك اعمل دايت وكل سلطه تيجي روستر على طول. هو السلطه كله عندنا ازمين كورس يعني هو ممكن يتاكل طبق رئيسي وممكن يتاكل سلطه. السلطه طبعا دي مهمه جدا، دي فيها طبعا خضار كل انواع الخضار وبتنزل معاها يا اما بالباستا يعني هي امريكان سلط شويه. وكمان عليها الصوص سخن، ده الغريب كمان في الموضوع. طبعا السلطه دي عباره عن بيبقى فيها مكرونه نودلز وبيبقى فيها كل طبعا انواع الخضار، فلفل الوان، خس، بروكلي، كرنب ابيض، كرنب احمر، فيها كل انواع الخضار. بتاخد الصوص البراون من فوق وطبعا البصل اساسي فيها وطبعا فيها قرع عسل. عندنا طبعا برضو الشيف سالاد برضو من الحاجات المميزة قوي موجودة عندنا. سوري التاكو سالاد. التاكو سالاد هي عبارة عن خس برضو وفي سويت كورن وريد بينز وطبعا عليها كل انواع الجبن من فوق والتشيكن والتاكو، يعني التاكو هو الاساس المصدر الاساسي فيها. طبعا من الحاجات المميزة جدا. ممكن حاجة تدوقيها هي واضحة صراحة. في خش مع الكريسبي. انا حضرتك من ساعة دروس الفتح الحمد لله. اتفضلي. طبعا احنا عندنا ستاندرد كل فروع ماشيه عليه. اي فرع فروستري هو الستاندرد. طبعا 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 احنا ما عندناش لعبه في الستاندرد خالص، بالذات ان احنا عندنا بريبريشن اريا رئيسيه هي اللي بتخدم كل الفروع. فالتصنيع اللي بيروح هنا هو اللي بيروح هنا هو اللي بيروح هنا، وطبعا مع الشطش اللي بيتعمل في المحل طبعا. فيعني الوضع عندنا ثابت في الفروع كلها الحمد لله، ولحضرتك هتدويه هنا هتدويه في اي فرع تاني بنفس الكواليتي بنفس الكميه بنفس كل حاجه. طبق اهو يا جماعه لكل الجست اتكلم عنه. ده الام سي ام، ده الطبق المميز عندنا. دي فراخ بانيه وعليها موتزاريلا تشيز سايحه وطبعا صوص الصوص الابيض بالمشروم، واي سايد ديش بقى احنا بنختاره بينزل مع الطبق بنفس الشكل ده. ده من الاطباق الحقيقه المميزه جدا عندنا. هو كل الترابيزات اللي خدنا رايها النهارده اجمعت عليه. بابل بيخليه شويه مميز مع الصوص الابيض. الطبق اللي يليه بقى اللي هو المميز قوي برضو عندنا والناس طبعا يعني يمكن الدرجه الثانيه على طول الناس بتقبل عليه، هو الطبق الكونتري فرايد تشيكن. بينزل منه ساده وبينزل منه بالتشيز طبعا. كونتري فرايد تشيكن معموله فراخ كريسبي، معموله بعجينه الطنبوره، بتنزل في الزيت بتبقى بالشكل ده، وبياخد طبعا الجبنه الموتزاريلا السايحه بالفلفل الالوان والزيتون. طبعا طبعا من الاطباق المميزه قوي عندنا. بينزل عليها طبعا الميكس تشيز معاها. قولي بقى عايزه
اخد راي حضرتك في حاجه. تقريبا كل الاماكن اللي بنروحها اللي بتبقى شغاله ايطاليا او انترناشونال بتبقى عامله اوبن بوفيه تمام وكذا نوع كده شغالين والناس تاخد اللي هي عايزاه خلاص. هنا الموضوع مختلف. احنا شغالين ست مينيو كل واحد بالاوردر اللي بيعمله بالظبط. دي حاجه بتحط علينا لود في رمضان ان احنا شغالين اكتر من حاجه. ليه عاملين كده في نفسكم؟ اولا عشان احنا الكاستمر عندنا مش بتاع ان هو ياخد 3 4 سلنديشات من 3 4 5 انواع وخلاص. فطبعا عشان نعمل فرايتي عاليه لازم نعمل ست منيو، ما ينفعش نعمل اوبن بوفيه. اوبن بوفيه هيحكمنا في كام صنف وخلاص. فعشان كده طبعا الناس بتاعتنا في حاجات كمان للزبائن. طبعا احنا مش عايزين غير ندلعهم يعني مفيش مشكله يعني. هو شهر الحمد لله وبيعدي والناس كلها بتبقى راضيه بيه والموضوع بيبقى لطيف عندنا الحمد لله. الحمد لله كده بيبقى ان حضرتك مدير اعمال توجه للكاميرا وتدعي الناس تيجي تعيد فلوسها. طبعا يا جماعه مش محتاجه اقول لكم تشرفونا. طبعا احنا العيد عندنا بيبقى هايل. فرعنا فين؟ احنا عندنا ارقام التليفونات على الشاشه. حاضر. احنا عندنا فرع في شارع فؤاد، ده الفرع الرئيسي طبعا واول فرع اللي هو حوالي بقاله حوالي 18 سنه او 19 سنه. وعندنا الفرع اللي احنا فيه دلوقتي فرع سيدي بشر على البحر اللي هو بجانب الهيلتون على طول على البحر. وعندنا فرع رشدي اللي هو جنب المخابرات على طول في رشدي. وعندنا فرع نادي سموحه وفرع سبورتنج. طبعا هنا عندنا في سيدي بشر الموضوع بيبقى منشق لحاجتين، روستري احنا في الدور اللي فوق، وعندنا سلسله جديده اسمها تريو كافيهات موجوده في الدور اللي تحت. دي طبعا بدرينكس اكتر، ديزرت اكتر، ممكن يبقى فيها شيشه لطيفه. فتشرفونا طبعا وكل سنه وانتم طيبين ودايما. والمنتزه طبعا فرع المنتزه جوه المنتزه، احنا جوه المنتزه قدام عيد. فطبعا تشرفونا وشرف لينا. يعتبر دليفري المطعم نفسه، احنا واخدين اسكندريه هو دليفري انك تنزل تقعد في المكان، واخدين اسكندريه من اولها لاخرها. والدليفري طبعا شغال عندنا طبعا مفيش مشكله خالص. لا انا اقصد ان المطعم موجود في المكان. كل سنه وانتم طيبين ودايما مشرفينا واحنا بنكبر بيكم طبعا. بشكركم جدا وان شاء الله مطعم مصر دي حلقه عندكم كل ان شاء الله رمضان. باذن الله اتشرفنا بيكم. شرف لينا. بالتوفيق واتمنى اشوفكم في محافظات كتير. شرف لينا. شكرا. شرف لينا. جدا بشكر اداره مطعم روستري، الاكل ممتاز، الضيافه هايله، الحلو يجنن، راي الجست عندهم حلو جدا، المكان حلو جدا، بجد لازم تروحوا. للاسف النهارده كانت اخر حلقه من برنامج مطعم مصر. برنامج مطعم مصر مرتبط بايام شهر جميل، بيجي زي الضيف الخفيف برده شويه ويمشي. فاحنا موسم برنامج مطعم مصر مرتبط بشهر رمضان. نتمنى ان احنا نكون كنا ضيوف خفاف على قلبكم، قدرنا ان احنا نفيدكم، نديكوا فكره، نديكوا مكان، نساعدكوا في وقت انتوا بتتفرجوا فيه علينا، نديكوا افكار تروحوا فين، نفيدكوا في الاماكن الكويسه. ان شاء الله يا رب كل سنه واحنا معاكم وكل رمضان يجي وبرنامج مطعم مصر معاكم. عايزه اشكر اهم حد تقريبا في الفكره والنشا موضوع البرنامج، هو الراعي الرسمي للبرنامج مهندس حسن ومهندسه بسمه ومنتجات سمنه ست البنات اللي شرفونا في كل المطاعم اللي دخلناهم والمطاعم شهدت لهم وشهدت لنا انه الراعي الرسمي بتاعنا متميز جدا. ويا رب كل سنه ان شاء الله وانتم معانا وانتم الراعي الرسمي لبرنامج مطاعم مصر. بشكر كل المطاعم اللي دخلناها، كل المطاعم اللي استضافتنا. بجد كان هدفنا من يوم ما حطينا فكره البرنامج انه احنا بس نجمع البراندات، الناس المتميزه في افكارها، الناس المتميزه في الخدمه اللي بتقدمها، مش مجرد ان احنا بنعمل برنامج للمطاعم. وفعلا ربنا وفقنا من اول حلقه لغايه الحلقه اخر حلقه في احنا فيها دلوقتي، كل الاماكن اللي معانا بلا استثناء ناس عظماء جدا في مجالهم، ناس اضافت لنا، ناس بتراعي ربنا جدا في الجست اللي بيدخل لهم. فبجد انا فخوره ان انتوا كنتوا من ضمن ضيوفي، وفخوره ان انا كنت من الناس اللي جت فترت معاكم. فخوره ان احنا وصلنا بالمستوى ده للبرنامج من البراندات والاماكن والناس المحترمه جدا، الادارات اللي كلها سيستم اللي كانت معانا. انتوا سر نجاح برنامج مطعم مصر وانا مبسوطه بيكم جدا. برنامج مطعم مصر برنامج ارتبط بيا بحاجات كتير، كان برنامج ليا فبدات فيه ببدايات كويسه جدا، حققت معانا نجاحات كبيره من الحاجات اللي كنت اتمنى انها ما تخلصش.
بشكر كل الكرو اللي اشتغل معايا، قناة الصحة والجمال اللي احنا كنا بنبث من خلالها، المخرجين والمصورين والإعداد، شركة الإنتاج إيجي ستارز، بشكر كل الناس اللي ساهمت في برنامج مطعم مصر. وعلى وعد إن شاء الله إن احنا كل سنة في رمضان يكون لينا موسم أجدد وأنجح من اللي قبله، بكل الناس هي اللي كانت معانا، بكل المطاعم اللي كانت معانا، الجديد يتضاف لنا لكن ما ينقص منا حد، نزيد أو مش نقل. بشكركم للمرة المليون، وبوعدكم إن شاء الله لينا حلقة أخيرة هتكون حفلة الفاينل بتاعة البرنامج، هنعملها في مكان إن شاء الله يكون كويس جدا، وهيكون معانا الراعي الرسمي وبعض من الشخصيات اللي كانوا معانا اللي يحبوا يكونوا معانا من المطاعم، هيكون فيه كل كرو تعب في البرنامج ده أو حط فيه نقطة على سطر في برنامج مطعم مصر. بشكركم جدا، هتوحشوني، أشوفكم السنة الجاية إن شاء الله، هشوفكم كتير في برامج تانية، وإذا أشوفكم السنة الجاية في موسم جديد لبرنامج مطعم مصر مع رباب ياقوت، أشوفكم على خير، كل سنة وأنتم طيبين. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية